خلق الله مستحيل حد. شوف يا سيد سيدنا موسى خيل إليه إن الصنعة زي المعجزة. الله في فرق بين الطبع والصنعة. أحسن. الشاعر المطبوع غير الشاعر المصنوع. أحسن. يعني امرؤ القيس يساوي ملايين الشعراء اللي على لأن فطرته هو كذلك. أيوه نعم كويس نعم. فلما أنت تيجي دلوقتي المعجزة طبع إلهي أنزله لتأييد نبي. الله. اما دي وهم وتخيل مصطنع، ولذلك هم قالوا وما اكرهتنا عليه من السحر. فرعون اللي علمهم السحر قام جيلي بالكلام عليهم وقالوا انه لكبيركم الذي علمكم السحر. زي ولاد الضراير. ايوه. اما يقلبوا الكلام على مين؟ على صح. ايه. كويس. ويلاقوا ناس يصدقوه. نعم. فهو هنا مين اللي علمهم السحر؟ ده هو اللي بعد. مش هم قالوا له يأتوك بكل ساحر عليه؟ نعم. السورة تانية قالوا له يأتوك بكل سحار. سحار يعني بارع. ايه معلم. ايه. ايوة. انما الساحر اللي هيتعلم. لسه صح. اه. او لسه متعلم. والدليل. والدليل يا سيدنا سيد للسحرة. وقالوا امنا. لان. لان هو حقيقة. لا صاحب الصنعة أدرى بالصنعة نفسها. الله يعني الله يا عيني. انت دلوقتي. الله. لما عليه. لما يكون معاك. فلوس دنانير ومعاك ذهب، فانت هتروح لبتاع الذهب وتقول له الفلوس دي مزيفه ولا غير مزيفه؟ هو وانت سواء. نعم. لورا. اي لكن لو قلت له الذهب ده مزيف او غير مزيف هو يعرف. هو ادرى بصنعته. نعم. مش كده؟ ادرى بصنعته. فلما تروح بقى للصرافه بيقول ان نقد الدينار صعب فكيف بنقد الكلام. يا عيني عليك يا عيني عليك ما شاء الله. الدوامل الاشعار لا علم لهم بجديها الا كعلم الاباعير. يا حبيبي. ايوه. قالوا امنا برب العالمين. امنا هو قال انا رب موسى. ما قالوش امنا بموسى. لا هنا دليل ان تحولت لحقيقه. يعني العصا تحولت لحية حقيقية بقدرة رب الله. رب موسى وهارون بدل من رب العالمين. لأن نعم. المضاف والمضاف إليه نعم بدل. إنما هو ما عجبوش كلمة رب العالمين. ليه؟ في سورة الشعراء أصل كل سورة قصة بتاخد طرف في سورة من الصور. لما تتجمع الأطراف يطلع التفسير ربنا. الله هم الله لما راحوا له قال لهم إيه؟ هو قال هو لكثير. لا استنى ان ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين يعني بتربيتي لك. فقال له فعلتها اذا وانا من الضالين. فعلت فعلتك يعني قتلت صاحبنا يعني. اي نعم. ولذلك ده اسلوب مصر الان يقول لك عملت عملتك وجيد كلنا مش عارف. فقال له فعلتها اذا وانا من الضالين يعني وقتها كنت من غافلين عن النبوة. اي نعم. لما انا دلوقتي بكلمك باني نبي. ففررت وفي قراءة ففررت. يبقى ففررت هرب. ففررت يعني خفت. ايوه. تهيبتكم لما خفتكم. ضرب لي ربي حكما بالنبوة. نعم. ولان كل نبي بيحكم بني اسرائيل كانت تسوسهم الانبياء. الله. ولذلك قال في يحيى واتيناه الحكم الصبي وجعلني من المرسلين جمعني بين الحكم وبين النبوة. الله. طيب ما شاء الله عليك. قال له فرعون قال ايه وما رب العالمين. فما هنا اساءة ادب ومفروض يقول ومن زي الكفار مكه ما قالوا وما الرحمن. لكن ما تطلق برضه على من زي فانكحوا ما طاب لكم من النساء يعني من طاب. فهنا بيقول له ايه وما رب العالمين. قال له رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون يعني بيتجاهلني ما بيقولش إن أنا رب العالمين. فقال له ربكم ورب آبائكم الأولين. الله الله. يعني مش أنت بس وأباك. لا ولذلك وقالوا فما بال القرون الأولى. أيوة. قالوا علمونا عند ربي يا جاهل يا اللي بتدعي الألوهية
بيسأل عن القرون اللي قبل كده ليه؟ المفروض كنت تعرف انت لو اله. ايوه الله. فهنا لما افتح عليك لما قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون، لما هو قال له رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. تعقلون لما خاشنوه خاشنه. الله الله الله. ومن دعا الناس الى ذمه ذموه بالحق وبالباطل، لانه انت اللي ما عندكش عقل. ان الانبياء ما تسد. فهنا بيقول له ايه بعدها؟ ايوه لما جه بدا وقال له وامنا برب العالمين. السحر قال وامنا برب العالمين، لانك انت بتسال وما رب العالمين؟ قالوا له هو اللي امنا به هو رب العالمين. الله رب موسى وهارون. قال انا ربيته، ما حدش ينكر ان هو رب. ماشي. قالوا له وهارون انت ما ربيتوش. اه ليه؟ لان كان في سنه يمن السنه اللي هي كان يعيش فيها وسنه يدبح. ايه سنه ما كان يدبح اللي يحطوا الاولاد في الجبل بدا يسيبوهم لربنا. نعم. يقول ان موسى السامري رباه جبريل. نعم. اذا لم يكن لك في بنيك اسوه الله فقد كذب الراجي وخاب المؤمن. يا عيني يا فموسى عيني. الذي رباه فرعون فموسى الذي رباه جبريل فموسى الذي رباه فرعون فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل. فموسى الذي رباه جبريل وموسى السامري كافر، هو اللي جاب لهم العجل وعبدوه. وهو رباه الكافر صار رسول مغلوب عن امره بانه صنع خد الفكره من المصريين لما كانوا بيعبدوا عجل ابيس. طبقت عندنا هنا مولانا سرعة إيمان السحرة بوجودهم لما شافوا المعجزة. ايوه عرفوا انها مش زي المعجزة. ما قال لك يا مولانا انا عاوز اعرف هل تحولت العصاية لحية حقيقية؟ طبعا بس هي دي اللي بنوصل فيها حية حقيقية. اولا اولا ده حية عظيمة مش حية حقيقية. لا غير كده. اولا حية بنتسعى.